ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية صباحية لكل الإخوان والأخوات اللي حضروا معنا في هذا النشاط هذا. الصراحة ما لقيتش العبارات باش نشكركم، ما لقيتش العبارات باش نقول لكم تبارك الله عليكم. الله يجازيكم بخير. هذا النشاط هذا ما يمكنش لعمر ولا سي خالد ولا ديس يديروه بوحديته. هذا النشاط هذا نجح بكم ونجح بالمجهودات ديالكم ونجح بالسمع والطاعة ديالكم. يعني كنتمنى من الله ان هذه الألفة اللي بيناتنا تستمر، وكنتمنى من الله ان يعني تكون بداية لواحد الجيل اللي غادي يزيد بالجمعية ان شاء الله القدام. أجدد الشكر لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا النشاط هذا. وموعدنا ان شاء الله في النهائيات اللي هو 13-14 ابريل، ومرحبا بكم في الاستعدادات، ومرحبا بكم في يعني الباب مفتوح. الا كان شي اقتراحات، الا كاين شي حاجه اللي نقدروا نزيدوا بها القدام، لا من ناحيه السير ديال الجمعيه ديالنا او المهرجانات ديالنا. يعني شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. لن أضيف على ما قاله السيد مسؤول لجنة الطيف السي عمر سيتو. كما ترى أقول على مسائل من سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نجح المهرجان في دوره الأول، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينال نجاحات وتوفيقا آخر إن شاء الله تعالى في النهايات يوم 14 أبريل. ونجاحه بعد الله عز وجل سيكون بكم أنتم، أنتم أعمدته، أنتم سواريه، أنتم رجالاته. فتحية تربوية لكافة الشباب وكافة أطر تربوية. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبليك بحق تتحمل الرسالة، رسالة تربوية كل شيء عرف داره الإخوان، كل شيء عرف داره في جد.